بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، باسمه نتوكل وعليه نستعين، منه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. التحدي يتواصل ويتجدد بهذا الصباح الجميل بميدان البصير ضمن تحديات ومنافسات سن الحيلي والزمول في يوم الأحد الموافق للتاسع والعشرون من سبتمبر لعام 2024. بسم الله وعلى بركة من الله ينطلق شوط الختام والذي خصص لفئة الزمول الانتاج من مسافة 5 كيلومترات، هي المسافة الحاضرة والمقررة من اللجنة المنظمة. ننطلق نحو البداية ونحو الصدارة لنجد من يتقدم ويحضر مع المركز الأول. هنالك مع المركز الأول لمن يتقدم مرعب، متعب بن عبد الله بن راشد آلف هيدان المري من يتقدم مع المركز الأول. المركز الثاني القدوم من درب عبد الله بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي من ينطلق مع المركز الثاني. المركز الثالث التقدم والحضور من الجانب الآخر شاهين محمد بن سالم بن علي بن قهويل آل نابت من يتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع ارصد المتقدم والحاضر الذيب حمد بن هادي بن علي بن حفار المري من يحضر. المركز الخامس لنجد المتقدم والحاضر من الجانب الآخر، هنالك المنطلق والمندفع فراع ناصر بن حمد بن حسين بن علي بن قرحب. هكذا هي النتيجة للمراكز الخمسة المتقدمة. نعود نحو البداية ونحو الصدارة لمن يتقدم ويحضر. المنطلق شاهين حمد بن سالم بن علي بن قهويل آل نابت من يحضر مع البداية من تقدم مع المركز الأول. شوط الزمول شوط الانتاج والمنتجين لمن الفوز والانتصار، ولكن القدوم مع المستوى الثاني شعار بن فهيدان متعب بن عبد الله بن راشد آل فهيدان المري من يحضر مع المركز الثاني. والمركز الثالث شعارك يا بن ذروة من يحضر، ومن يتقدم مع المركز الثالث درب عبد الله بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي. والمركز الرابع هو القادم هو الواصل الذيب حمد بن هادي بن علي بن حفار المري، وشعار بن قرحب تقدم وحضر مع فراع ناصر بن حمد بن حسين بن علي القرحب. يا السلام، ها هي النتيجة للمراكز الخمسة لمن الفوز والانتصار، لمن الفوز والانتصار بهذا الصباح. بن فهيدان قادم، بن فهيدان يتقدم، ولكن التحدي والمنافسة من شاهين بن قهويل من الجانب الآخر، حمد بن سالم بن علي بن قهويل آل نابت لمن الفوز والانتصار. الله 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 يا مرعب مرعب مرعب، وشاهين شاهين ومرعب، لمن الفوز لمن الانتصار. بن فهيدان وبن قهويل من الجانب الآخر من يتقدم ويحضر مع شاهين حمد بن سالم بن علي بن قهويل آل نابت من يتقدم مع
المركز الأول مع البداية مع الصدارة. من يحضر مع شوط الانتاج؟ شوط الزمول، شوط الزمول، ولكن بنف هيدان مع المستوى الثاني، بنف هيدان مع التحدي، مع المنافسة، مع مرعب، متعب بن عبد الله بن راشد، آلف هيدان المري. والمركز الثالث درب، شعارك يا بن ذروة الحاضر والمنطلق مع درب عبد الله بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي. ووصل فراع، وصل فراع، وارصد القادم والمنطلق. يا سلام، اول نداء لشهلول علي بن عبد الهادي بن حمد الغفراني المري. ولكن الى البداية، الى شعار بن جهويل، من تقدم؟ من حضر مع البداية؟ من تقدم؟ شاهين حمد بن سالم بن علي بن جهويل النابت، لمن الفوز والانتصار؟ ولكن بن جهويل والشعارات القادمة، الشعارات الحاضرة، مرعب مع المركز الثاني، درب مع المركز الثالث، ولكن شهلول أيضا مع المركز الرابع. ولكن بن جهويل طار، دشن لوحة الكيلو، متر الأخير، الله الله الله. شاهين حمد بن سالم بن علي بن جهويل النابت، من يحضر؟ من يتقدم مع البداية مع الصدارة؟ ولكن متعب، متعب بن عبد الله بن راشد آلف هيدان مع مرعب القادم والمنطلق. ووصل فراع مع المركز الثالث، ولكن إلى شاهين، إلى البداية، إلى الصدارة، والعصا في الأبطان. روح يا مالك شاهين، روح، روح للفوز والانتصار. ولكن مرعب، مرعب القادم، مرعب المندفع. شاهين مع البداية، شاهين مع الصدارة، حمد بن سالم بن علي بن جهويل النابت، من يحضر حضور العمالقة؟ من يتقدم مع البداية والعصا في الأبطان مغروزة؟ يا سلام، ها هو الحضور المميز، ها هو الأداء الرائع مع بن جهويل. من يتقدم؟ حمد بن سالم بن علي بن جهويل النابت. راح بن جهويل للفوز، راح بن جهويل للانتصار مع شاهين. سلام يا بن جهويل، سلام، والعصا في الأبطان. سلام يا بن جهويل، حمد بن سالم بن علي بن جهويل النابت. من يحضر مع انطلاقة شوط الختام ومع أداء شاهين؟ تهانينا، تهانينا والناموس لمالك شاهين، حمد بن سالم بن علي بن جهويل النابت، والعصا في الأبطان. تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز والرائع بهذا الصباح. المركز الثاني حضر متعب بن عبد الله بن راشد آلف هيدان مع مرعب. المركز الثالث حضر فراع ناصر بن حمد بن سعيد بن علي الجرحى. بالمركز الرابع، المركز الرابع حضر هيف فهيد بن جار الله بن سالم بن فهيد المكسور. والمركز الخامس حضر أصيل خليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية. نعود بالتهنية والناموس إلى مالك شاهين حمد بن سالم بن علي بن جهويل آل نابت، من فاز وانتصر بشوط الختام مع تحديات ومنافسات شاهين. من حضر؟ التوقيت الزمني لحظات الوصول 8 دقائق 12 جزءا من الثانية، 92 جزءا من الثانية.